مرحبا. بالفترة كتبت منشور عن أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، وكتير كانت في آراء إنها بدها فيديو ومواقع ومعلومات أكثر تساعدها تتعلم اللغة، وحتى لو كان من الصفر، وإن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم. اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم، سياسة، الاقتصاد، الأدب في وقتنا الحالي، وكذلك أكثر من 50% من محتوى الإنترنت مكتوب باللغة الإنجليزية. فتخيل إنه يصير عندك أكسس ودخول سهل لأي موقع لأنك تتقن اللغة الإنجليزية. المنظمات الأجنبية لما تقدم إلها طلب عمل تطلب اللغة الإنجليزية كشرط أساسي، وكلنا بنعرف إن المنظمات الأجنبية بتدفع أضعاف الراتب من المنظمات العربية، وهذا إن دل على شيء دل على أهمية إنك تعرف اللغة الإنجليزية كمان لمجال عملك المستقبلي. خبرتي باللغات خبرة مختلفة، اكتسبت اللغة الإنجليزية عن والدي كونها اللغة الأم بالنسبة إله، درست اللغة الإسبانية 4 سنوات بالجامعة وبجامعة غرناطة في إسبانيا، وكذلك درست لغة عربية العامية لغير الناطقين بها لتقريبا 4 سنوات، ولهيك عندي إن شاء الله خبرة بسيطة ومتواضعة أقدر أساعدكم كيف تبنوا لغتكم من الصفر. رح نقسم طريقة تعلم اللغة الإنجليزية لثلاث محاور: الخيارات، الوقت، والتفاعل، ورح نشرح كل واحدة بالتفصيل. لما تقرر أنك تدرس لغة إنجليزية بتفتح الإنترنت بتلاقي في يوتيوب توتوريالز، في كتب، منشورات، مقالات، وبتبدأ تاخذ شوي من هون شوي من هون، تكتشف انه فعليا لساتك مش قادر تكتب ولا قادر تعبر باللغة الإنجليزية. السبب هو انه عدد الخيارات ضخم وبصير overwhelming، ما بتعرف تلحق اخذ هاي المعلومة منه، كيف اشبكها بالجملة اللي تعلمتها من هذا الفيلم، كيف اشبكها بالمفردات اللي قرأتها بهذا الكتاب. خلينا اول اشي نحدد الخيار الاريح لك: سمعي، بصري، فيلم، صور، كتابة. ثانياً لازم تحدد الهدف من دراسة اللغة الإنجليزية، هل بدك تشتغل بمطعم بأمريكا وبالتالي محتاج للمحادثة أولاً، ولا بدك تقدم لمنحة جامعية وبالتالي الكتابة الاحترافية والمفردات القوية مهمة، ما هو الهدف؟ ثالثاً وهي نقطة جداً مهمة، حدد مستواك. امسك كتب بين عمر 6 ل 8 سنوات باللغة الإنجليزية، اقرأها كلمة كلمة وحاول افهم معناها. بعد فترة ومع التكرار وفهم المفردات رح تكتشف انه الكتاب صار ممل، هذا اشي ممتاز، هذا يعني انك انت جاهز تاخذ كتب المستوى اللي بعدها. بعد ما تقرأ من 10 ل 12 سنة الكتب تحس انها ايضا صارت مملة ومفهومة، انتقل للكتاب والمرحلة العمرية التالية. انت كبير بالعمر، ناضج، ممكن تكون جامعة وانهيت جامعة، ولكنك باللغة الإنجليزية لازلت طفلا، وبالتالي الرجوع لكتب الأطفال أساسي. بعد ما تكون حددت النوع اللي بدك تبدأ من خلاله تعلم لغة، كان فيديو قصير أو كان قصة قصيرة لأطفال، لازم تبدأ بفهم المحتوى. لازم تكتب كل كلمة بتسمعها أو كل كلمة بتقرأها على دفتر منفصل، وتجمع المفردات وتطلع معانيها، بعدين ترجع تقرأ القصة من جديد وتشوف هل أنا فهمت كل القصة من ألف للياء. ممتاز، تذكر أنك قبل أسبوع بجوز أنت بدأت بالقصة ما بتفهم ولا إشي أو بتفهم 50% منها، أنت هلأ قادر أنك تفهم كل القصة جميعها. طب خلينا نعمل تست إضافي شوي، شو رأيك تحاول تلخص القصة باللغة الإنجليزية لوحدك أنت على شكل فقرة أو على شكل كلام؟ حاول تلخص القصة وشوف قديش من المفردات الجديدة أضفتها لقاموسك اللغوي. مع نهاية كل قصة أو كل فيلم قصير أو كل فيديو قصير رح يكون عندك مجموعة من المفردات، خليهم بدفتر واحد. هذا الدفتر بعد شهرين وثلاثة رح تكتشف كمية المفردات الضخمة اللي أنت تعلمتها، صرت تعرف كيف بتنكتب لأنك قرأتها وشفتها على الفيديو. وبنصحكم تستخدموا الفيديوهات اللي فيهم سبتايتلز من تحت، أنت سمعتها، عرفت طريقة لفظها، أنت قادر أنك تستخدم أكثر من 200 كلمة في جملة مفيدة. بعد ما خلصنا المحور الأول، الآن حان وقت أنه نحكي عن الوقت. اللغة الأم ولدنا معها وتربينا عليها وبنتقنها، بنحلم فيها وبنفكر فيها، ولما نزعل أول لغة بتخرج. مع ذلك إذا ما مارسناها وتركناها رح تختفي وتموت، فما بالك بلغة جديدة. نصيحتي حدد نص ساعة مقدسة تدرس فيها اللغة الإنجليزية، لأن التركيز على اللغة بعيدا عن ملهيات وعن السوشيال ميديا أمر ضروري، كون بس أنت ودفترك وقلمك والكتاب أو الفيديو اللي عم تحاول تشتغل عليه. طلع من المفردات، حاول استخدم المفردات بجمل، حاول تلفظها، وبعدين انتقل وانتظر النص ساعة القادمة في اليوم التالي. طبعا إذا عندك ساعة أو ساعتين بيكون كتير أفضل. وآخر محور رح نحكي عنه هو التفاعل، وهو أصعب إشي في وطننا العربي، ومش بس في الوطن العربي، في أي دولة لا تتقن اللغة الإنجليزية كلغة أم. ليش صعب؟ ما في ناس حواليك يحكوا لغة إنجليزية، وكتير ناس بيعانوا من هاي المشكلة، إنه أوكي أنا درست أنا فهمت والآن بدي أحكي ما بلاقي أي حدا، فهي مشكلة ولكن إلها حل. في كتير مراكز جامعية بيجيبوا طلاب أجرب من الخارج، وفي عندهم برنامج اسمه التبادل اللغوي، فإذا أنت طالب جامعة روح على مركز اللغات وحاول اسأل عن هذا البرنامج، وإذا مش موجود حاول كون صداقات من الأجانب الموجودين هناك، لو اتفقتوا إنه بساعة معينة خلال أسبوع أنت تعلم لغة عربية وهو يعلمك اللغة الإنجليزية.
الإنجليزية. ولغير طلاب الجامعة في مواقع على الإنترنت مختصة بتوفير Language Partner، وهذا الشخص بيساعدك كمان تطور من لغتك وتمارسها، وبتبادل معك الموضوع إنك تساعده. بعرف كتير ناس سجلوا بهاي المواقع، أول تجربة لهم كانت سيئة، تاني تجربة الشخص الأجنبي ما التزم بالمحاضرات، ولكن مع الوقت وجد شريك مناسب واستمر معه أكثر من سنة وسنتين. فخلينا نلخص المحتوى الموجود بثلاث نقاط: هل اخترت أفضل طريقة تتعلم فيها اللغة؟ هل اخترت وحددت الوقت اللي راح تدرس فيه اللغة؟ وهل بحثت عن طريقة تمارس فيها هاي اللغة؟ استعينوا بالخبرات اللي حواليكم وبالمواقع اللي أنا حطت لكم إياهم، وإذا عندك أي فكرة تانية لتطوير اللغة الإنجليزية ساعدونا وحطونا إياهم بالتعليقات، وبالتوفيق للجميع.